حكم الغير تفرد جناحا السلام مكتوب عليه حكم القدر تفرد جناحا السلام كنت وسط نور السفر زي نجمة في قلب الظلام ترى ده ترين باين فيه ترى البعشوم هيا يكون ماشي قبل الفجر لانه البعشوم ما بيحوم الا قبل الفجر باقي لك سيادل بالبع حصلونا بعدها زيدان اخوي لا وين وين يا كرم الله برد اللند طب فضل من المناد حار الحقونا وين صدقت يا زيدان ده الناس بارده ساخد امشي نصعد الله ادفعوا واستلموا الله نحن من دريمنا ذا بنمشي نبرق جمالنا ذا الفوق وزودريب وجماعتك دريمون عادي اللي صعد الله ادفعوا المعلوم وصعد الله يرسل لنا ويديها الفيها النصيب نقعد نرتاح ساكت يعني والله ناخذ لنا غميض اه والله نغمض تعب زيدان اخوي الله يتعب والله تعب شديد خلاص
نص مليون ما بتنقص جنيه وحق 100. يا سعد الله انت بتبالغ عديل كده، ده مبلغ كبير يا اخوي. ده اخر كلامي، دفعتوا السوق وبهائمكم، ما دفعتوا الله يعوضكم فين. يا سعد الله كده هاودنا شويه. هاودكم شنو؟ انا لا عندي نقيصه ولا عندي زياده. الكلام اللي قلت لكم ده سويته سويته، ما سويته يا جماعه اتوكلوا. يا سعد الله يا اخي لكن ده مبلغ كبير جدا جدا. بشاره الكلام ده واضح؟ ما تضيعوا لي زمني ساكن. عندكم القروش ادونا. ما عندنا هسه لكن خلاص نرجع لحاجة الحفيان نكلم ونتم المبلغ ونجيك راجعين. خلاص نعمل شنو؟ ارجع ارجع لكن كان اتاخرتوا بهايمكم ما بتلقون. الله يعوضكم فين كان اتاخرتوا. راح يا ربيع. بتعاين وينها زي دار اخوي؟ والله كرم الله باقي لي المرة دي قبل ما بجننا بالباردة. قبل بعد ما دخل من دروسنا باقي لك منفرد فيه هنا زي دان اخوي؟ شايف هناك. وين؟ هناك يا اخي هناك. ارهاب ساعات الكدرات الكدرات. انا والله يا زيدان اخوي اتقول في ناس بيقفانا. كان كل ذا الفزع لما هذا. ما يجي الفزع كان جا. حرام على جبخانة تم حشوفه. هذول والله كان كذي. اقعد ونرجع ناسك. لا تخاف يا زيدان اقعد. هلا الخوف من وين هذا الخوف شنو؟ وهاج ايوه جحوا لغادي اعمل لكم ساتر. ما 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 تعمل حسابك انت يا وهاج. بس انتوا ما في زمن اعملوا حسابكم. انت جحوا صعبين شديد. جحوا ادوني فرصه بس الهمبات ما تنهب. اي أيوة والله زح 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 خلينا اضرب المليان. اضربه اديله اضرب اضربه. ها ها هذول هوي هوي ادينا الامانه. اديناك الامانه اخوي. هي اجيب هزول ما شوي نجيب اجيب هزول نموت لكن يا زيدان اخوي. هاك هاي هاي الاخو هاي ادينا الامانه. ادناك الامانه هاي هاي. الله اكبر الله اكبر. ارفع ايدك فوق انت هاي ايدك فوق. خلاص كلم ما تضربه اجيب. هو وقف قال لك دري اخوك الثاني ده. قول له ارفع ايدك فوق. ارفع تجيك الطاوي يا حباله. ارمي ساعك. جيب البندقية. شيل البندقية وهاي. شيل الكريش حقك ده مع الرجال عملته. ايه معلش خليه يا اوهاج. ما تخليني نجري فيها ما الراجل سلم يا اوهاج. عيب بعدها. يلا قدامي قدامي. جمعنا خلنا نسوق جمعنا اخوي. سوق جمعة على خمش فوت. يلا الكريش حقك ده مع الرجال عملته. امش على السمين تمشي فيك الطاوي احباله. امش امش لقدام. ما تخليني نجري فيها السيف. لا خليه وخليه يا اوهاج. ده كلام شنو ده يا اخوانا؟ لا يا حاج ده كلام. قال مليون جنيه للبهايم غير حقه. شنو شنو شنو؟ مليون جنيه للبهايم غير حقه. مليون جنيه للبهايم غير حقه؟ ايوه. وسعد الله ده شطع ونطع عديل كده. ليه؟ خدمه معانا؟ القروش دي نحن بنلقاها في الواطا؟ ليه عشان شنو كده؟ وحالف يا حاج القروش ما تندفع البهايم ما ترجع. اخوانا ده كلام. ليه؟ اذا كلام ابو قرين سليم ونحن زي ما قدر ما ندفع قدر ما ند هم يزيدوا في البيع ملو في ده. لكن لازم ندفع يا حاج البهايم بتروح. صح. مضطرين نعمل شنو؟ ها
الله يحل لنا. لكن يا ابوي كده ما معقول. شنو يا بنتي هو ما معقول كده زي حلايا الله يرضى عليك. ما تدفع يابا. شنو ما ادفع؟ خلي بهيمنا تروح. يروحن يروحن. يروحن كيف؟ في زول بيخلي بهيمه تروح كده ساكت قدام عيد؟ يا ابوي ما كله راح للهمباتة. معليش كده زي حلايا الله يرضى عليك. ابوي عليك. الهمباتة دي شر ربنا ابتلانا بها ولازم احنا نعالجها بحكمة. كده زي حلايا يا بنت. الهمباتة يخلصنا منه ورب العالمين. قولوا لي وسعد الله قال لك ود الحفيان دي ما كانت محريه فيك جدا. الحاصل شنو برا؟ قياسه برا شديده كده. كده امشي شوفها يا ربيع. جدا. الجمال رجال امير ود الحفيان. الرجال الرجال رجعت الجمال. ابو قرين رجع الجمال. ابو قرين رجع الجمال؟ ايوه رجع. يعني كيف؟ نحن لسه ما دفعنا. الرجال بالنار تيرجع حقها. تعال لي يا ابو قرين تعال لي. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. عفيت منك يا ابو دراع عفيت منك. الرجال كدي ولا بلا؟ ابشر بالخير. ابشر بالخير. ابشر بالخير. ابشر بالخير. الرجال رجعت ما شاء الله تبارك الله. والله بالنار ما شاء الله. حقه رجع. تمام. ما بنلعب نحن يا حاج. الله انا بالله والله ما شاء الله تبارك الله يا سلام. شو ما شاء الله بالله يديته النار ثقيله والله العظيم ما خليت دون اي جنب يرقدوا عليه. ابو قرين بالمليان. ابو قرين ما شاء الله. لا ابو قرين والله انا والله نظرتي فيه وما خابت ابدا. الهمباته والله كوف والجمال رجع. يا سلام عليك يا ابو قرين. الله يبارك ان شاء الله ربنا يقدرني على جزاك يا ابو قرين. يا حاج يا حاج نحن رجعنا الجمال وما في عوية. تاني زول بيجينا ما في. لا خلاص وروني الحكاية. وروني احكوا لي الحكاية كيف رجعتوها. القصة طويل. اها والله هسا ما نقدر نقول طويلة. أيوة. تعبانين يعني. يلا معي جوا ناخذ لنا راحة. هاك السلاح يا حاج. جيب يا حاج. ابشر بالخير. ابشر بالخير. ابشر بالخير. صحيح انت يا عم كتلت الهمباته بالبندقيه تو تو تو. يعني يا ابو عبيد يعني. لكن ليه ما سوقتني معك؟ ما لما تكبر شويه انا بسوقك معايا يا ابو حميد. انا حاسه ما كبرت عمري 8 سنين. ما شاء الله. طيب الدور الجاي انا بسوقك معايا. احمد سيدة تناديك. امشي يا احمد. الله يلكن يا ابو قرين. احمد ده بحبك جدا. كيف احمد يا ممتاز. تفضل يا ابو قري. شكرا يا ابو هاج كتر خيرك. تفضل. تفضل 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 يا امير هاج. لا لا انا خليني. ما تشرب؟ لا لا ما داير. ما شاء الله والله يا لطيف. هلا هلا يا ابو قري. هلا هلا تاني قول للهمباتة تعالوا. الهمباتة يجي تاني؟ ما يجي الله أعلم. ما بيجوا. أبو قرين؟ أي. والبندقية والنار؟ الله تعلم تاني الهمباتة ما تأتب على البهايم حقه. ما بيجوا طريقة. ما حرقوا قلبي يا أخي ديل. الله بارك فيك يا وسعد الله. أكل مني مال النار ما تأكله. ما عافي لي أبدا. سوا فينا. خلاص لقى فرصته. البلد كلها بكره ابو قرين ابو قرين. الدايره الزين يلاقي ابو قرين. الدايره الشينه وده ابو قرين ابو قرين ابو قرين ابو قرين. لكن قول له يوم لك ويوم عليك. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. حرمني الحاج. جمعني الحاجة. كيف الحاجة؟ الله يبارك فيك. لكن يا الحاجة أبو قرين ده أمره عجيب. رسلته للخرطوم يجيب الإزبيرات جاب التامة 100% وبأسعار مناسبة جدا ورجع عليه الباقي زي ما هو. ما شال تعريفة اللي رقبته. وهسه دلوقتي قدم حياته كده بس للموت لا خاف ولا تردد. ده شنو ده؟ ازيك يا ربيع؟ اهلا. كيفك يا حبيبنا؟ اهلا.
يا اخي ما نمر ونشوف النعمه دي يا اخي. الصيد في الخلا ده يا اخي، الرهو والحبار والقمري والحاجات دي كلها، نمشي يا ربيع نصطاد ونقضي وقت مع بعض يا اخي. ما دار اصطادنا يا اخي. يا اخي مالك انت يا اخي، انا كل ما اقرب منك زاحي مني يا اخي. نمشي نصطاد ونتونس شويه ونجي راجعين. لو ما فاضي انا بنتظرك اجي لك الامور. يا اخوي ما فاضي وما درفت وها ثانيه يا اخي. الجمعه الجايه الله يرضى علينا وعليك، الجمعه الجايه نشيل امورنا ونشيل حاجاتنا ونمشي نصطاد ونتونس مع بعض يا صاحبي ونجي راجعين. لا الجمعه ولا الثلاثه. طيب يا ربيع لما تكون فاضي انا جاهز، قول لي عوك. ما حافظ ذاته كله 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 ما حافظ. الله معاك يا اخي. عمل لك شيء العظيم. الحمد لله. وهاج ايوه تعال جاي يا اخي. ايوه انا داير بشاره ده من قبيل، ما جاني ليه هسه؟ شوفوا لي بشاره ما ياخدها. تعال يا بشاره. ايوه 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 خلاص. تعال يا بشاره جد. تعال تعال يا بشاره. تعال اقعد لي هنا جد. شوف يا بشاره. ايوه يا حاج. يا اخي انا عايزك تغير لابو جرين ده مسكن، تشوف لي بيت غير البيت اللي قاعد فيه ده. البيت اللي قاعد فيه ده ماله يا حاج؟ لما كويس الراجل ده خدمنا يا اخي وافضاله علينا كثيره، نحن لازم نرد له شيء من جمايله، ولا كيف يا اوهج؟ مش ابو قرين؟ والله السراي يستاهل والله. والله القروش حقك انت تقسم النص، نص ابو قرين تدي ونص تشيل، والله ما تكفي ابو قرين. اسمع انت بيت كدفور؟ لا خليني من بيت كدفور ده. اي البيت الجنب بيت كدفور، البيت الجنبه. ايوه حاج. انا عاوزكم تنظفوه وتجيهوه وتحطوا لي في عفش عشان عايزينه نحن ايه يقعد هو فيه. الراجل ده يا اخي افضاله علينا كثيره جدا جدا، ونحن لازم على الاقل نكون يعني نرد له شيء من الجميل. الله صح. الواجب تعمل عليه. كلامك تمام يا حاج. الواجب تعمل عليه بس بالضبط كده. اسمع اها البهايم كيف؟ اول على ليقة. اها هسه البقر كله ادينا على ليقة حقه. اي لكن الإجة السجير الزرقاء اها والله الله اعلم ايان ماله. اول الإجة تودع على امه. اي ما تمسك الشطر ترجع يا زول. والله انا هسه قلت نقوي كل شيء ولا الكيده. انت بطري اشتغلت في البطري قبال ده؟ ما اشتغلنا لكن مالك ابعد لي بس من الحاجات دي. خلاص قوم براك شوف. اي خلينا نشوف. نقوم نشوفه نقوم. طيب يا ابو شارع. يا حاج يا اخي زي ما قلت لك. ايوه ابقى عشر على الموضوع اللي قلته لي. لا جدا يا حاج. شارب. ايوه عمك الحاج ده ماله دار شنو؟ شفت المساخر اللي بقينا فيها؟ قال شنو؟ يغيروا له البيت الساكن فيه ابو قرين، يعملوا له بيت يليق بسيادته. مساخر. ما شاء الله ما شاء الله. دي حاجه تمام والله. والله يا ابو قرين ها والله تستاهل والله. كتر خيرك يا وهاج يا اخي. والمروحه كمان عندك. ما شاء الله ما شاء الله. تعرف يا وهاج في اوضه ثانيه جاي انت حتسكن فيه بشاره. اي اول ابو قرين ما هل تقعد انا نقعد، ما هل تمشي انا نمشي. عموما انت حرين، انا نفذت كلام الحاج بس تقعدوا مع بعض كل واحد يقعد براه، انت حرين. بعدين يا ابو قرين. ايوه اول الادة بتاع البن عندي. جميل. والبن والثكور عندي. حاجه تمام. الصبح نصلي حاضر الحمد لله. الحمد لله. ونقوم البن ندق. انت البن تشرب؟ اوك انا بشرب بن تمام. كم مره في اليوم تشرب؟ اي وقت تديني بن انا بشرب. انت عذرنك من البلد حقنا. والله ما شاء الله. والله يا حاجه تعرفه ابو قرين ده زول موفق جدا، اي حاجه يهبشها تنعدل. زول والله مبروك بركه يعني عجيبه خلاص. عشان كده انا باذن الله ما اقصر معه كله كله. والله يا ابوي يستاهل. مش كده بالله؟ عارفه يا سيده؟ اي يا ابوي. نقلته في البيت الجنب بيت كدفور القطيه ديكي. اي جهزنا لي البيت تجهيز سمح جدا، وفي نفس الوقت زدت لي المرتب. هاي ما تتفوشر ساي الحاج. والله قدر ما تدي ابو قرين انت ما بتقدر تجازي. اي والله يا حاجه والله ما قلت الا الحقيقه. عارفه يا حاجه قبل ما الزول ده يجيني كنت والله شايل لي هم شديد جدا للمشاكل بتاعت العمل ده، لكن الحمد لله الواحد دلوقتي اطمأن وحس انه معاه راجل
وإنسان يقيف معاه ويشيل معاه وشيله. أقول لك قولي يا الحاج، أبو قرين ده أوعك ما تفرط فيه، تمسك فوقه بإيدينك العشرة. يا حاج، يا حاج أنت بتتكلمي كيف؟ أفرط فيه؟ معقول زول يلقى لي زول زي ده يفرط فيه؟ أنا ما صدقت إني لقيته. عليه اليمين ده لو قال لي فكني أكنكش فيه. ما بفكه. ده رسله لي ربنا. وربنا بدي الجنة. ده هدية من الله. أبو قرين. أيوه يا هاج. والله الكلام في الناس ما تمام، لكن عندي حاجة في قلبي والله. ما لك يا أخوي في شنو؟ أول ربيع وبشارة. أعوذ بالله يا أخي. والله ناس حقد قلب أسود، بعدين ما يحبك أبدا. لا إله إلا الله محمد رسول الله، الله يكفينا شرهم يا أخي. أنا ما أعرف يا أهاج، الناس دي تصور شايلينها معي تقيلة بدون أي سبب. أنت عبد الفان تعرف؟ أعوذ بالله الدابي. أيوة يا ساتر. والله الاثنين ديل والله عبد الفان. الله صدقتك علي الايمان يا وهاج، الناس دي لنا اقرب منهم يبعدوا مني يا غادي، ما اعرف السبب شنو. بس حسابك تعمل. عم بدر الدين، انا كنت جاي احدد معك موعد العقد. شوف يا ابني، قبل ما تشرح في الخطوه دي عايز اعرف بعد الزواج حتسكن وين. حنسكن في بيتنا. لا ما ينفع. خلاص معاكم في البيت. شوف يا ابني، دي اكبر غلطه. لو عايز تبني حياه صحيحه ابعد من ديل ومن ديل. بس يا عم بدر الدين، انت عارف انه الايجار بقى غالي جدا والعيال. لا ما عشان غلطه ما تندم عليها بعدين، ابعد من اهلك ومن اهلها. ده راي ابوك ولا رايك انت؟ لا ما انا سمعتك وانت بتتكلم. سمعتينا. اقول لك حاجه يا هدى، انا في رايي انه السكن المنفصل اجمل حاجه. أنا فتحت الدولاب ساكت، ما داري ألبسه. مالو ما بتلبسي؟ مالو يا يما ما بتلبسي؟ البسي الدولاب لي يا سيدة يا بنتي. ما داري ألبسه بس يا أمي. خلتنا العدة يا سيدة. قد ما نويت شرطن في الدولاب ده يا بنتي. لكن يا أمي. لكن شنو يا بنتي؟ عشان مالك يا يما، عشان كبرتي، عشان عجزتي، عشان ده ما مستواكي، ليش نو ما بتلبسي يا سيدة؟ اسمعيني يا أمي، أنا مالك يا سيدة يا بنتي، ما صغيرة وما جاهلة وما سمحة، ليش نو بتدمري شبابك يا سيدة؟ أنا ما فترت يا بنتي، ما نظمت وفترت، كرهتيني، حسي تلقاك كرهتيني من قلبك بقدرت الكلام، عشان كده تاني الموضوع ده زاتي أنا ما بنضم فيه، خليتك. ربيع منو؟ ادريس. ايوه ادريس. ازيك؟ سلامات يا ربيع، ازي الحال؟ امورك؟ تفضل. تمام. كيف؟ الحمد لله. تمام الحمد لله. الحمد لله. كيف عامل؟ تمام التمام. والله يا ادريس جاني مرسالك. ايوه. قال لي واحد صاحبك قديم كده دايرك. قدر ما انا حتى مخي اصلك ما جيت في بالي. زمان ما شفناك يا ربيع. كيف حالك؟ انا خفت اقوم اجيك هناك اعمل لك شوفه وكذا. لا احسن. احسن برضو. اسمع. ايوه. وطلعت من السجن 200؟ والله شهر وشويه. لا كويس. وعامل كيف هسه؟ والله تعبان يا ربيع، تعبان تعب شديد. لفيت جاي ولفيت جاي، لقيت كل السكك مقفله في وشي. اخر النهايه قلت اوصلك، عارفك ما بتقصر. ولا بتقصر؟ لا لا وجه ما بيقصر الملح. اسمع. ايوه. ودي اخذت فيها كم سنة الاخيرة دي؟ 5 سنة وشوية، لكن طلعت قبل المدة. اوعى تكون بس شردتها. لا يا اخي. اسمي سير وسلوك. كويس. طبعا انهديت. ايه يا اخي تعب شديد، حياتنا كملناها كلها سجون ومحاكم. اسمع. عامل كيف انت؟ زولك الشبعان ده ما ماسكك قوي؟ لا كويس كويس خالص. لكن جزول كده اسمه ابو قرين مزحنا لك مره واحده. ابو قرين شال لك عمك ود الحفيه عنده وخدته في جيبه وعمل لنا كده، خلانا لافين وراني. والزول ده جا من وين؟ الله يلقينا طاشي في الخلا. جاب عمك ود الحفيه عنده بس، واي حاجه بيعرفها، اي شيء في الدنيا دي بيعرفها. الحياه عجيبه. اتركت الفي اصلحه الدقاق، قال في صلح يا اخ تصدق
عمك ود الحفيان عنده لور واقف سنتين دوره. والله حاجة عجيبة. وده زول صغير ولا كبير؟ لا هو ما صغير، كبير. اها. قام حاوي كده، ممكن تقول لونه قام حاوي، فلونه فاتح كده وبعدين شعره مشيب، عنده شلخة صغيرة هنا كده. اسمع يا ربي، قول لك نظر، شوف لنا حاجة كده نتحرك بها. لا جدا. اي. هاك. ما بطل، أو حاجة نتحرك بها كده. اي انا طبعا ما كنت عامل حسابي يعني. ما في مشكلة. بدبر لك حاجة كده المرة الجاية. ما في مشكلة. اسمع. اها. وانت هسه ساكن وين؟ لا قاعد في حلة بجاي، لكن انت تلقاني مرطب بجاه طوالي. لا كويس. اي. طيب. تمشي ولا شنو؟ اي بمشي، بجيك بكرة بعد بكرة كده. تلقاني منتظرك. اي. طيب. طيب. سلامات. تشاو. اسمع يا ربيع. ايوه. قلت لي الزول اسمه منو؟ الزول ياتو. الخط ودى الحفيان في جيبه. اسمه ابو قرين يا. ابو قرين؟ ايوه. والله حكاية عجيبة. الأرض دي يا أبو قرين لو الإنسان أخلص له وخدمه وتعب فيه وعرق بتديه ذهب، ما في شك، لكن الما بيدعب فيه يا أبو قرين زي كأنه رمى قروشه في الأرض يروح شمار في مرقة. بالضبط. عشان كده أنا دايرك دلوقتي إنك تتعاون معاي وتكون يدي اليمين في الأرض دي، والأرض ما بتخزلنا أبدا إن شاء الله. أيوة. إن شاء الله. فأوعك أنت تحاول تمشي مني كده ولا كده يا حاج، أنا معاك والله طوالي. أيوة طوالي معاك. بالضبط كده، ده المطلوب. في موضوع كده عايز اوريك له، انا عايز اوريك حقيقتي. انا حقيقتك عارفها، ابو قرين ومن شبشه، ثاني عندك حقيقه اكثر من كده؟ الباقي خليه، ما بهمني، بهمني اخلاصك وعملك معي بجد وهميه، ده المطلوب. مالك ما زول ودنات وغير عليك انك كويس. الله يوفق يا حاج. الله يبارك فيك. زرعنا صفره هنا كثيره في المنطقه دي ما شاء الله بدري، لكن دلوقتي نحن هسه زارعين دبر. جميل. عندنا السمسم بهناك كمان. اسكت ساكت. الله يزيد ويبارك. يا زول والله مشاريعنا ما شاء الله تبارك الله. يمين بالله نحن شفت مش سمعت بقولوا سلت غزاز العالم؟ نعم. نص السله هو هنا ده. والله ما شاء الله. يلا. عارف يا بشاره؟ بعد ما زولك ده استلم الامور نحن موقفنا بقى ضعيف جدا. وفي أي لحظة ممكن يعملوا لنا كده. تقصد شنو؟ عمك ود الحفيان ده نحن خدمناه سنين وسنين، شبابنا ضيعناه هنا، تقدر تقول لي طلعنا منه بشنو؟ أو عاد تفتكر شوية التفاتيف دي بتعمل حاجة؟ لا والله. وبعد شوية زولك ده يعرس البنية ونحن نطلع منها ملوص. عشان كده اسمع كلامي، ما تضيع رقبتك يا بشارة، اضرب ضربتك. مرحب. كيف حالك؟ اهلا اهلا يا بنت القبائل. مرحب يا ابو حميد، اركب اتفضل. ان شاء الله كويس الحمد لله. الشافعي ده من جننك وغلبك؟ لا 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 ابدا، الشافعي ده انا بحبه جدا. يا ابو حميد كيف؟ أمورك تمام؟ سلامات؟ تفضل اقعد بجيك هسي. تعال هاي ضروري سريع. كيف؟ تمام؟ سلامات يا أخي. الحمد لله تمام التمام. اسمع، اشتغلت هنا ولا شنو؟ والله قلت بدل ما اقعد ساعه احسن اشتغل هنا وطلع لي تفاتيف كده. لا احسن. اها. اسمع دريس. ايوه. انا جايك لي كلام مهم جدا. والكلام المهم ده احنا رايينه لنا زمن. قول. عمك ود الحفيان شغالين معاه ده. ايوه ود الحفيان بعرفه. كيف بدل ما بيعرف ود الحفيان ده؟ قالوا عنده قروش النار ما تاكله يا اخي. اها. طيب. المطلوب عمك ود الحفيان ده عنده بيت واحده. ايوه. والده له ولد واحد. اها. والراجله من قرد بس. بقى كده
يعني الولد ده اللي عنده غلاوه شديده تفهمها وهي طايره. الله كيف كده نخش في الموضوع طوالي نخش في الموضوع. تعال يا ابو جرين. ايوه يا حاج الحرمين. كيف احوالك؟ مرحب حبابك يا كريم. ان شاء الله تكون بلدنا دي عجبتك. والله عجباني عجب شديد خلاص. لكن تعرف يا حاج انا عدم الشغل ده والله بيدعبني تعب بيجيب لي المرض والوهم. ما تراك شغال ليلك ونهارك. ما مره مره بقعد سايل الحاجات دي يعني بتدعبني القعده السايله. بس انا خايفك تزهج مننا و... يا زين. يا حاج يا حاج انت ما الخير والبركه انت بيزهجوا منك. بارك الله فيك يا اخي بارك الله فيك. كتر خيرك والله. الله يبارك فيك والله يا اخي. خيرك الاكثر والله ما شاء الله تبارك الله فيك. يا اخي ومتى انا ما بديت معك كلام وما تميته؟ اي والله يا حاج الحقيقه الموضوع ده تعرف يا حاج. اسكت اسكت خليك. شوف يا ابو قرين. نعم. بالمناسبه انا ما بفرزك من اي زول من اسرتنا دي. كتر خيرك. بقيت فرد مننا زول مننا من لحمنا ودمنا. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. تشيل همنا وتسرع لنا جدتنا ودي حاجه ما بيعملها الا زول اصيل. لكن والله يا حاج الحقيقه الموضوع ده كده انا شاغلني انت الله ما تديني فرصه كده. اسمعني اسمعني. انا بس في حاجه واحده عايزك تفهمها. نعم. انك انت بقيت واحد مننا ونلت محبتنا وتحكرت كده جوا قلوبنا دي. كتر خيرك والله يا حاج. لكن لكن كده انت ما تظهر لي. انا داير انا ناديتك عشان اتكلم معك. انا شوف يا ابو قرين اقول لك حاجه. نعم. انا ملاحظ عليك حاجه انك دائما مهوت كده وزي وراك سير غميس كده وغايته كده ما على بعضك كده. والله يا حاج ما قلت الا الحقيقه يا لم الله. اي والله. اي والله. انا مراقب كويس وشايف تمام قيامك انصاص الليالي حوامتك في الخلا هضربتك اثناء الليل دي كلها كل الحاجات دي بتخليني افكر واقول الزول ده ما براه وراك سير غميس. والله يا حاج في شيء كبير جواك. والله صدقت والله صدق اللي حديثك. انا وراي ماضي كعب خلاص والله يا حاج شيء ما بتوصف. انساه انساه وابدا صفحه جديده. لكن ما قادر يا حاج. تقدر ليه ما تقدر؟ طالما ايمانك بالله قوي وقلبك عامر بالمحبه والخير تنسى كل شيء تنساه. والله يا حاج طمنتني. الله يطمنك. ايوه الله يطمنك. شوف طالما قاعد معانا زي اخوي انت هنا في الله يفتح عليك. البلقة تلقى الخير نتقسمه سوا كل شيء نحن فيه احباب. الله يزيدك. ايوه والله الله يزيدك. واقول لك شيء انسى كل شيء وابدا صفحه جديده وابشر بالخير باذن الله ما تشوف الا النور ان شاء الله باذن الله. سيده. نعم يا امي. الصبي الحارسه ده لا في زول مشتهي لاولاده لا في زول جاي يسرقوا منك. انزلي قومي على حالك يا سيده قومي. ده كلام شنو يا امي اللي بتقولي؟ كلام شنو شنو؟ انا ما مت في المطبخ ده. قومي خدتي معايا العشاء ده يا بنتي. ليه في زول جايينه؟ اي في ضيوف مدعشين مع ابو قومي عليك الله مس عليني. اجاي من سوي قلت لك ابو قرام مدعشي مع ابو قومي. ربيع يا ربيع استنى انا شايفك اليومين دول يا ربيع متحرك تحركات مريبه كده. لكن صدقني يا ربيع لو اكتشفت في اي يوم من الايام انك حتعضي اليد اللي احسنت لك حتتعب معي جدا جدا وحكون من ألد اعداك. فاهم الكلام ده؟ بتقول شنو يا اوهاج؟ الله يا بني ادم الله يكفيك شره. اول ما بيقعد زول غريب يجيب هناك في بيت ود الحفيان ويقعد باصبع يعشر طوالي بعد ذاك يسوق يمشي بعيد وكمان ربيع تمشي بعيد لازم في حاجه تحصل. والله انت شفت بعينك يا اوهاج؟ الله يسالني يوم القيامه بعيني ده شفته. كلام عجيب جدا جدا لازم الموضوع ده فيه حاجه. طبعا يا ديزا وريتك الحته اللي تثبت فيها الشافع. ايوه كويس. ايوه اول ما تختفي الشافع. لكن يا ديزا
كنا دارينا معك واحد تاني يا اخي. تاني شنو يا اخي ورابع شنو وثالث شنو يا اخي؟ ده شغلي وانا بعرفه كويس، انا بقضي لك الشغلانه دي برايا يا رب يا اخي. طيب كويس جدا، لكن يا ادريس انا داير بالك يكون طويل لانه وبعدين احتمال يعني تاخذ لك يومين ثلاثه كده. بالي طويل سلبه هنا بس كده نفهم انا حاطلع من الحكايه دي بكم يعني؟ قول بالميت كده مليون. مليون؟ ما اقوم اختف لك ودي الحافيان ذاته. الله يا رب. هاي اسمع، اول ما تختفي الشافع جميل تودي هناك، انا بنشوف الورقه بتاع المطالب دي. جميل، لانه طبعا ادريس انت عارف انا ما بقدر اسهر قدام الشافع المساله كلها. لا 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 يا رب خليك بعيد، هتشوف ادريس حيعمل شنو.